الأخرى تحتاج إلى فترة زمنية. حبيبي مش ملاحظ إن في حاجة متغيرة؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي انت زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي انت زي القمر طول الوقت. استني انت خسيتي شويه. المكان ده حلو يا حبيبي؟ كويس. تحب تبدلي معايا؟ لا. الهوا مش جامد على خدودك؟ لا. الندى مش نازل على رموشك؟ لا. القمر طب مش عاكس في عينيكي؟ لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا شرقت. اللهم اني اسألك رد القضاء، اللهم اني اسألك رد القضاء. ليه يا ربي كده؟ ليه يا ربي كده؟ ده ابتلاء، ده اختبار، اختبار من ربنا. يا ريتني كنت انا، يا ريتها كانت شرقتي. كده حلو. الحمد لله. اللي بفكريني نذبح حاجه ولا اقول لك؟ لا لا انا هعمل ريمايندر. ثانيه واحده. المنيو يا فندم. ها تشرب ايه يا حبيبي؟ نشرب حاجه دافيه بقى عشان خاطر الكحه الوحشه دي. ممكن. اوعي تتحركي. اوعي. هموشكت على راسك يا حبيبي. وده يديك الحق انك تكلمني بالطريقة دي؟ انا تقولي اوعي؟ لو كمان تقولي شش انا مش قادرة اصدق. اعتذارات الدنيا كلها مش هتعبر عن اسفي في اللحظة دي. أنا عملت كده عشان خايف عليكي من الهموشة. أنت عارفة الواحد مش بيجرح قوي غير لما يكون بيحب قوي. ها يا حبيبي، تحب الشاي بتاعك يبقى بلبن ولا سادة؟ أنا من غير تدخل مني ولا تحكم شايف إن اللبن أفيل. ولا تحبيه سادة؟ سادة 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 سادة. مرحبا بكم في رجل الأحلام. للنحنحة اضغط رقم 1، لكلام الحب التافه اضغط رقم 2، للزيارات العائلية اضغط رقم 3. مرحبا بكم في رجل الأحلام. للنحنحة اضغط رقم 1، لكلام الحب التافه اضغط رقم 2، للزيارات العائلية اضغط رقم 3، أو اضغط 0 للمساعدة.